عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي. دكتور ماك مساء الخير. أهلا وسهلا مصطفى بيه، أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك الكرام. لقاءات متعددة للرئيس أثناء زيارته للعاصمة الأمريكية، وبهذا بالإضافة أيضا إلى القمة التي شارك فيها في العاصمة الأمريكية مع الزعماء الأفارقة. أنا عايزك تلخص لي هذه الزيارة ورؤيتك ليها ومتابعتك سواء للقاءات الثنائية أو لما أسفرت عنه هذه القمة اللي جمعت كل الزعماء أفريقيا. طيب يعني باختصار هقول لك إن رئيس عبد الفتاح السيسي استثمر نجاح مؤتمر الملاك في شرم الشيخ، وكان منبر أن يتحدث باسم القارة الأفريقية، وتحدثت مصر وبقوة لقادة العالم والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، والعالم كله يشهد هذا المؤتمر على أن الموضوع ليس مساعدة أفريقيا ولا تقديم مساعدات، هي شراكة ما بين العالم وبين أفريقيا، وهي تعويضات للدول الأفريقية عما لحقها من أضرار من الدول الصناعية الكبرى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان يعني فرصة جيدة جدا أن يلتقي رئيس عبد الفتاح السيسي بدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، فالتقى مع ممثلي الكونجرس الأمريكي من مجموعة محبي مصر في الكونجرس الأمريكي، والتقى مع رؤساء الجاليات والجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم لهم بالتأكيد دور كبير جدا طبعا في تشكيل السياسة الأمريكية. كمان تقابل مع مجتمع الأعمال الأمريكي، مجتمع الأعمال الأمريكي دايما رئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة العمل بتاعته في رئاسة الجمهورية اللي أنا بقول عليها دايما خليط البحث، دايما بيعمل اجتماعات ولقاءات لوضع وخلق فرص استثمارية لمصر، فانبهروا بما يحدث في مصر من يعني مشروعات وبنية تحتية، وأصبحت مصر جديدة فعلا، يعني القول مصر الجديدة هي فعلا أصبحت مصر جديدة. تمام. وده بالتأكيد هيكون دور كبير في جذب الاستثمارات. المرحلة اللي جاية بقى هي مرحلة استثمار ما تم من لقاءات، وهي بالتأكيد زيادة حجم التبادل التجاري، وده اللي وعد به الرئيس بايدن، وزيادة الأنشطة الاستثمارية، وأيضا الشركات الأمريكية سوف تستثمر في مصر. ده على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي هنلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بمين؟ التقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، وكان حديث مطول، واعتقد على اهم الملفات كانت موجوده على هذا الملف هو ملف سد النهضه. طبعا التقى بوزير الدفاع السيد لويد اوستن، واستقبلوه في مبنى البنتاغون الامريكي، واعتقد ان تم اطلاع الرئيس على الكثير من تطورات الاحداث في المنطقه من خلال المعلومات الخاصه في مجلس البنتاغون الامريكي. وتحدث السيد لويد اوستن بعد الاجتماع أن كان هناك حوار بناء وشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر وفي مشروعات الدفاعية أيضا في المنطقة. بعد كده قابل مين؟ قابل مستشار الأمن القومي جوك سوليفان. جاك سوليفان ده مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأعتقد أنه من محركي يعني الأحداث في البيت الأبيض. يعني أعتقد أن جاك سوليفان بعثه الرئيس بايدن في الكثير من الرحلات الخارجيه، واعتقد انه من يعني من كبار مستشاري الرئيس. اعتقد ان ايضا كان موضوع الحوار هو الامن القومي الافريقي والامن القومي المصري، وبالتاكيد مؤشرات الامن القومي المصري هي موضوع المياه، وايضا موضوع الطعام. اول مره بنلاقي القمه بتتكلم في قمه من داخل الثلاثه القمم التي تمت هي قمه الغذاء، والولايات المتحده الامريكيه وعدت هي والاتحاد الاوروبي سوف يكون هناك دعم لسلاسل الانتاج ودعم الى تقديم الخبرات وتقديم المعدات للمزارعين الافارقه، لان العالم يعرف ان هذه القاره تستطيع فعلا انها تطعم العالم كله، واحنا بنواجه نقص موارد. مصطفى بيه العالم يواجه نقص. يا فندم هو القاره الافريقيه تستطيع ان تطعم العالم كله، ولكن القاره الافريقيه الان بما ترى وبما تواجهه لا تستطيع ان تطعم يعني شعوبها نفسهم. يعني احنا الان للاسف هو سوء استخدام الموارد يا مصطفى بيه. تمام. النزاعات القبليه، الصراعات، الفساد،
كل ده بالتأكيد ما يعني ما خلفه الاستعمارات يعني التي حدثت في القارة والدول الأوروبية التي استفادت كل الاستفادة من قارة أفريقيا والآن تنفض يدها. النهارده لا، احنا بنقول لابد أن يتدخل العالم وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول في العالم، أن يكون هناك شراكات. 850 مليون نسمة الموجودين في أفريقيا اللي هم هيوصلوا 1.2 مليون بحلول 2050، لا يمكن أن نتركهم أن يكون أكثر من 60-70% منهم تحت حد الفقر، وأن يكون هناك 20 مليون حالة نقص المناعة مرض الإيد، وأن يكون أمراض متوطنة انتهت من العالم كله لا زالت موجودة زي الملاريا وزي الكوليرا في أفريقيا. أعتقد مصر تحدثت وبقوة. أعتقد أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي يا مصطفى بيه إبان فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي من تسليط الضوء على القارة الأفريقية على مدار هذا العام والفعاليات الدولية اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم ثلاث فعاليات في أقل من ثلاث أسابيع، ومؤتمرات الاستثمار التي تبنتها مصر للاستثمار في أفريقيا، ومؤتمرات التنمية المستدامة بالشراكة مع الأمم المتحدة والسيد جوست ريس لنقل الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة الطاقة المستدامة في القارة الأفريقية. كل ده أعتقد أنه تتويج لدور مصر في الاتحاد الأفريقي ووعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير التجارة. النهارده الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعد بتحرير التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القارة الأفريقية، القارة الأفريقية. أعتقد هناك الكثير من الفرص لابد من البناء عليها في الفترة القادمة، عندنا كمية من العمل لابد أن يتم في الفترة القادمة. هو أهم حاجة في أهم حاجة دائما دكتور ماك واتفق فيها مع حضرتك، عندنا عمل كتير، يلا بينا نعمل الشغل اللي ورانا. دكتور مايك بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وعن تبعيتك معانا طوال فترة هذه الاجتماعات من الولايات المتحدة الأمريكية.